النتيجة النهائية على النحو التالي: رقم واحد اللي هو رقم 21 أعلى الأصوات من 21 الأستاذ عزت شراكي. مبروك الأستاذ عزت، ده رقم واحد. رقم اثنين رقم ثلاثة الترتيب العام هو رقم ثلاثة الأستاذ عزت ممدوح عبده. مبروك الأستاذ عزت ممدوح. أستاذ عزت مبروك، نجحت من غير إشراف قضايا أهو. وبعدين احنا ما ينفعش كمل يا فندم النتيجة بقى، النتيجة يا فندم النتيجة. رقم ثلاثة رقم 24 الأستاذ استاذ عزت عبده اصلع والمقال الاصلع. رقم 3 رقم 24 الاستاذ علي عبد الدايم. مبروك استاذ عزت. رقم 4 في الترتيب في اللوحه هو رقم 4. مين في الكشف رقم 4؟ سعيد. اهلا بيك يا استاذ سعيد، وزدت تمثل في الامتحان. مبروك يا استاذ سعيد. رقم 5 ورقم 22 هو الأستاذ إبراهيم سالم الفقي. مبروك يا أستاذ إبراهيم الفقي. أشكركم. أقول لحضراتكم جميعا.